امبارح بقى بعد المباراة يعني كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه بعض التصريحات، وهو يعني اتكلم كلام مهم جدا، وبصراحة كلام عجبني. يعني لما يجي كده يقول لك احنا الفوز اللي احنا حققناه ده برضو كان فوز عظيم، وبيدل ان احنا ما استسلمناش. يعني تصريحات فيها نوع من انعكاس لشخصية الاهلي، فعلا احنا لغاية الثواني الاخيرة عندنا درس او بنقدم درس من دروس كرة القدم بعدم الاستسلام، خصوصا كمان انتوا بتتكلموا عن لاعبين اصروا على الروح القتاليه والاصرار. في ماتشات كنا بنشوف فيها ده، وفي ماتشات بصراحه ما كناش بنشوف فيها ده، بس امبارح احنا شفنا ده. في عدم يعني فكرتنا ايه؟ عدم استسلام بشكل كبير، وعدم رغبه في يعني انتهاء المباراه او نهايه المباراه بتعادل. مش خلاص احنا ما عندناش رفاهيه التعادل زي ما بيتقال. فده فعلا لقيناه امبارح، وده فعلا اللي اتكلم عليه كابتن سيد عبد الحفيظ. خلينا نروح نتابع جزء من تصريحاته ونرجع نكمل. اكيد هي مباراه كبيره، واحنا عارفين كويس قبل ما نيجي احنا جايين نلعب مين. فرقه المحله عامله عروض لحد دلوقتي ممتازه جدا، ما خسرتش ولا ماتش اصلا لحد دلوقتي، تعادلت مباراتين وكسبت مباراتين. عارفين كويس قوي ان كابتن عود عامل شغل كويس قوي، محافظهم بشكل كويس، ريتم ادائهم كمان كويس يعني. لكن هي دي الكوره يعني، في لحظه الاحوال بتتغير والاجواء بتتغير، لكن ما تستسلمش. وما درس في كره القدم، انت بتتعادل يعني، احنا بنبص في الساعه كانت يعني دقيقة تقريبا 49 و20 ثانية تعادل، يعني فاضل بالظبط 40 ثانية بالظبط يعني، بتقدر ان انت ترجع وتفوز باللقاء، لقاء صعب. واحنا قلنا لهم انا ومدير فني موسيماني، قلنا لهم دي هتبقى من اصعب المباريات ان لم تكن اصعبها في الفترة اللي فاتت يعني، لكن هي دي الكورة، تشتغل لحد اخر ثانية او اخر نفس في المباراة يعني. مع هدف علي معلول افتكرت هدفك في نفس التوقيت؟ هو هدف بتاع الهدف بتاعي كان برضه، بس السيناريو كان مختلف شويه. يمكن احنا كنا متقدمين بهدف، وبعدين اتعادلنا، وبعدين اتقدمنا بهدف تاني، وبعدين هم اتعادلوا، بس كان في الدقيقه 43، هم اتعادلوا في الدقيقه 43، وربنا كان كرمني ان انا جيت برضه في الجول تقريبا في الدقيقه 93 او 94. لكن ده في الثانيه الاخيره يعني، احنا الماتش بتاعي لعبنا دقيقه ونص، ده في الثانيه الاخيره. الحمد لله ايا كان بقى، في الثانيه الاخيره، في الثانيه الثانية، في الثانية الأولى، في الثانية، أيا كان هو من عمر اللقاء يعني، اقفل الصفحة دي. احنا عارفين كويس احنا جايين نلعب المحلة، وواحدة من الأسباب الكبيرة في عدم حصولنا على الدوري السنة اللي فاتت لما خسرنا هنا 1-0، جايين هنلعب سموحة الماتش الجاي يوم الخميس، واحدة من الأسباب برضو اللي عطلتنا السنة اللي فاتت يعني. كل مباراة صعبة وكل مباراة ليها دوافع لازم تكون في الحسبان يعني، لكن خلاص في عالم كرة القدم الحديث، في عالم كرة القدم الحديث كل المباريات يعني، زمان لما كنا بنتقدم بهدفين ولا ثلاثة كان يقول لك خلاص المباراة خلصت. أعتقد إن اللي بنشوفه في أوروبا مش في مصر بس، برشلونة بيبقى كسبان ثلاثة وبيرجع 3-3، أتلتيكو مدريد بيبقى كسبان 3-1 وبيرجع 3-3 يعني في الثواني الأخيرة. خلاص المفهوم ده في الكرة أعتقد إن هو يعني لا تأمل لكرة القدم إلا في مع صفارة النهاية، وأنت بتاخد حمامك يعني عشان تروح يعني. اقفل الصفحة ديت ونبص المباراة السموحة بإذن الله.